تعد الحالات الحرجة محور اهتمام جميع المستشفيات نظراً لخطورتها وما تمثله من تهديد لحياة المواطنين. لذا فقد أولت وزارة الصحة ومستشفياتها اهتماماً عظيماً بتطوير أقسام الطوارئ والرعايات المركزة من خلال إمدادها بأحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة والأجهزة المتطورة التي توفر الرعاية الصحية السريعة والكاملة لجميع مرضى الحالات الحرجة. هو يمكن بحجم موقع مستشفى الهرم، ان مستشفى الهرم موقع جغرافي ليها، ان هي على طريق مصر اسكندريه الصحراوي، طريق اكتوبر، طريق الفيوم، المحور، محافظه الجيزه بالكامل. وطبقا للاحصائيات اللي موجوده ان عدد الحالات المتردده على الطوارئ يمكن في الشهر بيقارب 5500 مريض. فكان هناك تركيز من وزاره الصحه واماكن المراكز الطبيه المتخصصه واهتمام بالطوارئ خصيصا في مستشفى الهرم، بحيث ان هي تبقى طبقا لمعايير الجوده، تبقى ملائمه لما هو حديث في طب الطوارئ. تعد اقسام الطوارئ خط الدفاع الاول لانقاذ مرضى الحالات الحرجه نظرا لما تقدمه من اسعافات اوليه وعلاج سريع للمرضى، الأمر الذي يستلزم تواجد الفريق الطبي بصفة دائمة على أهبة الاستعداد. بنحاول نقدم أفضل خدمة طبية مع وجود فريق من أطباء الطوارئ بالمستشفى على مدار 24 ساعة، بيخدم على الأطباء الطوارئ بالمستشفى موجود الرعاية المركزة ورعاية الأطفال والحضانات. عدد الحالات اللي احنا بنستقبلها تقريبا على مدار الشهر 4000 حالة تقريبا، والحمد لله بنوصل بأكبر درجة من كفاءة تقديم الخدمة مع المرضى. المستشفى بتخدم أساسا منطقة الجيزة، لكن كل المناطق المجاورة ليها، في بعض الحالات ما بتبقاش ليها خدمة في بعض المحافظات التانية زي محافظة الفيوم، وخاصة في حوادث الطرق دي والحالات العاجلة عموما والعناية وحالات العناية المركزة ما بتبقاش معتمدة على منطقة معينة، لأنه زي ما قلت لحضرتك إن هما دايما بيبقى تابعين لطوارئ الوزارة اللي ممكن يحولوا لنا حالة من أي منطقة. تم التطوير وجاري التطوير، هذا هو شعارنا لرفع كفاءة الخدمات الطبية بقسم الطوارئ والرعايات المركزة بالمستشفيات لتحقيق أمان وسلامة مرضى الحالات الحرجة. بحضراتكم، صحة المواطن ده شيء مهم جدا بالنسبة لنا كمصريين، يعني أقل حقوق المواطن إن هو لما يتعب يتعالج ويلاقي مكان يتعالج فيه ويقدم لي الخدمة بطريقة آدمية. إحنا عارفين أعباء كبيرة جدا موجودة على وزارة الصحة، زي موجودة على وزارة الإعلام، زي موجودة على باقي الوزارات، كلنا عندنا ترهل في الإدارة بشكل كبير تراكم عبر سنوات طويلة، وعندنا مشاكل في التعامل مع أعداد كبيرة جدا من البشر بتجيلنا، وعندنا مشاكل في إدارة المنظومة داخل المستشفيات، كل ده مفهوم، لكن المهم إن احنا ناخد خطوات علشان نقدر نعدي لمكان أفضل ولمراكز أفضل في تقديم الخدمة الصحية لغاية ما نقدر نحقق أملنا كمصريين، وهو منظومة شاملة للرعاية الصحية تشمل الغني والفقير، كلنا نتعالج في مكان واحد في مستشفيات واحدة، ونحس إن الغني هيحصل على نفس الخدمة الطبية اللي هيحصل عليها الفقير وفي نفس المكان، والاثنين يكونوا مرتاحين. أمل إن شاء الله يا رب يتحقق، يعني عارفين انه هياخد سنين، لكن يا رب يكون هو ده هدفنا كدوله. على اي حال يعني المهمه بالنسبه لنا في الخدمه الطبيه، وان كان كل فراحه مهمه، الطوارئ او الحالات العاجله اللي بتروح المستشفيات واحيانا للاسف ممكن انها يعني تموت لو ما لقتش الرعايه المظبوطه، وبالتالي في اهتمام بالغ جدا بالطوارئ، وكان في اكتر من حديث لرئيس الوزراء انه يعني اي حاله طارئه لازم تتعالج، وبعد كده نبحث بقى عن المقابل فيما بعد، هل ده بيطبق ولا لا، ايه الجديد علشان نستقبل المرضى ونوفر لهم رعايه سليمه، هل وزاره الصحه بتستحدث بعض الاساليب الجديده في التعامل مع المريض وبتقدم له خدمات جديده احنا ما نعرفش عنها، والنهارده هنقدمها لحضراتكم. ده اللي هنعرفه من خلال لقائنا بدكتور خالد وشيحي رئيس الاداره المركزيه للرعايه الحرجه والعاجله. اهلا بحضرتك معانا. صباح الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك. ويمكن التقرير رصد حقيقة طفرة كبيرة جدا في المستشفيات الحكومية وفي مسألة الطوارئ. أنا عندي هنا الحقيقة بعض الخدمات من وزارة الصحة المجانية الحديثة، خط الساخن 137،
وده متاح للجميع على مدار 24 ساعة بعدد 60 موظف على هذه الخطوط بيعملوا 24 ساعة، حضانات، غرف حروق، عناية مركزة، فصائل دم على مستوى 189 مستشفى على مستوى الجمهورية. ايه تاني يا دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وزارة الصحة بتولي اهتمام كبير جدا للطوارئ ولأي مريض في حالة عاجلة أو حالة طارئة يتعرض لحادث، يتعرض لإصابة مفاجئة، وكل ده الحقيقة ضمن مشروع اسمه المشروع القومي للطوارئ، وده بدأ بأستاذ الدكتور عادل عدوي وزير الصحة. نعم. بدأ بمسيرته داخل وزارة الصحة، واحنا كلنا داخل وزارة الصحة بجهاز محاورها وكافة قطاعاتها بنعمل في هذا الإطار وهو المشروع القومي للطوارئ. هذا المشروع القومي زي ما تفضلت حضرتك وقلتي ان هو بيتيح لأي مواطن داخل جمهورية مصر العربية ان يتم تقديم الخدمات الطبية العاجلة له بجودة قياسية بعدالة ودون تمييز لأي جنس او نوع. الحاجة الثانية ان هذه المنظومة تم دعمها بقرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 1063، وهو خاص باستقبال كافة حالات المصابين وحالات الطوارئ بجميع المستشفيات الجامعية والحكومية ومستشفيات قطاع الأعمال العام ومستشفيات الاستثمارية وكذلك المستشفيات الخاصة، وتقديم العلاج الطارئ والعاجل لجميع الحالات على مدار 48 ساعة مجانا دون الحصول على أي تكلفة من المواطن. ثم يعاد تقييم الحالة، وفي حالة وجود وعاء تأميني يغطي هذه المريض أو المصابين يتم نقلهم إلى المستشفى الحضرتين، وفي حالة عدم وجود غطاء تأميني للمواطنين يتم تحويلهم إلى المستشفيات الحكومية. وهذا القرار مطبق منذ 6/2014، وتم تحديد لائحة تنفيذية لتوصيف وتحديد ما هي الحالة الطارئة، من هو المسؤول عن تحديد هذه الحالة، والآليات التي تستطيع المستشفيات الخاصة ومستشفيات قطاع الأعمال والمستشفيات الاستثمارية أن تحصل على استعادة لنفقات العلاج المجاني من وزارة الصحة، لأن وزارة الصحة رصدت ميزانية من خلال العلاج عن نفق الدولة لتعويض المستشفيات الخاصة والمستشفيات الاستثمارية لما تستقبل حالات عاجلة وحالات. بس دكتور خالد، هل ده بيتم على ارض الواقع دلوقتي؟ يعني ده شيء جميل جدا يعني، لكن ممكن نقول ان هو في اطار التنفيذ او في اطار الاتفاقات، لان احنا بنشوف حتى الان حالات بتروح مثلا مستشفيات خاصه ترفض ان هي تدخل، وشفنا كلنا حتى بعض المستشفيات الحكوميه، يعني شفنا كلنا منظر السيده التي يعني وضعت والدها في الشارع امام احد المستشفيات، ده يعني ما بيروحش من اذهاننا مثلا، وبالتالي هناك بعض الحالات اللي يعني المستشفيات ممكن تمتنع عن اداء الخدمه. هل في قوانين معينه تلزم المستشفيات الخاصه او الحكوميه باستقبال المريض، واذا ما استقبلتوش ممكن المريض يعمل ايه؟ لان ده ممكن حالات تحصل فعلا على ارض الواقع. ما نحن نتحدث عنه اليوم هو ليس بجديد، هذا القرار زي ما قلت لحضرتك 1063 قرار رئيس مجلس الوزراء وزع على جميع المستشفيات الحكوميه والمستشفيات الجامعيه، ثم تم توصيف الحالات وفي جداول محددة لكل أجزاء الجسم وأعضاء الجسم وما هي الحالة الطارئة للعين وما هي الحالة الطارئة للجهاز الهضمي، وتم توزيعه على جميع المستشفيات. تم وضع أيضا لوحات استرشادية للمواطنين وللأطباء وكيفية التعامل مع القرار، لكن هناك آلية لرصد أي تجاوزات أو سلبيات في تطبيق القرار. عندنا 137 الرقم الساخن لوزارة الصحة، وبيعمل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع لرصد أي قصور في تطبيق هذا القرار، بالإضافة إلى الأرقام الساخنة الخاصة بمجلس الوزراء وهي معلنة على شاشات التلفزيون في كل القنوات، وخط آخر ساخن لبوابة الشكاوى الحكومية. كل دول في النهاية لرصد اي قصور في الخدمه. عند رصد هذا القصور في الخدمه وابلاغنا مش هننتظر حضرتك. يعني معلش يا دكتور عشان نوضح للساده المشاهدين، رقم 137 ده للشكاوى اللي اذا كنت انا توجهت لاي مستشفى حكومي اتصل واقول ان انا ما تلقيتش الخدمه المناسبه او المطلوبه ومحدش استقبلني. حضرتك الشكوى دي بتروح فين بعد كده من هذا الخط؟ رقم 137 هو حزمه من الخدمات اللي تقدم للمواطنين.
هذه الحزمة تشمل أسئلة الرعاية المركزة، أسئلة الحروق، الحضانات، أكياس الدم ومشتقات الدم، أجهزة السي تي الأشعة المقطعية، كل حزمة الخدمات العاجلة اللي محتاجها المواطن عملنا له كول سنتر داخل وزارة الصحة بقوة 20 إداري وشبكة داخلية جوه المستشفيات، بحيث إن احنا نعلم من المستشفى عدد الأسئلة اللي عندها الشاغرة والمشغولة، والشاشة قصاد اللي شغال في 137 يستطيع من خلال هذه الشاشة أن يحدد المكان الأنسب لنقل هذا المصاب من خلال الشاشة، ويتم استدعاء سيارات الإسعاف برضو من داخل المركز. أحد يعني بدل ما المريض كان بيلف على المستشفيات عشان يلاقي السرير فاضي، لا ده كده هنسهله الموضوع يا جماعة، اللي عنده أي مريض أو عنده أي حالة بيتصل ب 137 ويطلب منهم أروح فين، هم هيوجهوه للمستشفى الصح. هذا هو مضمون ولب عمل ال 137 كويس. ولكن أضفنا عليه الشكاوى من أقسام الطوارئ والقصور في تطبيق القرار، ولكن هناك الأرقام الساخنة لمجلس الوزراء، يستطيع المواطن مباشرة يتواصل مع مجلس الوزراء ويبدأ في إبلاغنا. عند إبلاغنا بالمشكلة احنا لا يعني في الحالات الحرجة والطارئة لا نستطيع أبدا أن ننتظر حتى نصل تقرير أو مساءلة، ولكن هناك سيناريو معد جيدا لاستقبال الشكاوى، وفي خلال 60 دقيقة من استقبال الشكوى لابد أن تكون هذه الشكوى تم الانتهاء منها في الحالات العاجلة والحالات الخاصة. طيب في بعض السادة المواطنين بيتوجه إلى الطوارئ في المستشفيات، ودي شغالة 24 ساعة وبيبقى عليها ضغط مهول الحقيقة، بيخش فبيكشف عليه طبيب اللي هو النائب اللي هو لسه الخريج من كلية الطب، بيبتدي يمارس يكشف عليه الكشف الظاهري، لو في حاجة هو شاكك فيها أو في حاجة مش قادر يتم تشخيصها، لأنه بنشوف دايما أنه في الإسعافات الأولية اللي بتتم أولا بأول أحيانا ممكن تعمل مضاعفات عند المريض اللي داخل، هل بيبقى فيه رئيس للقسم أو متخصص في هذا المرض أو هذا العلاج بيتوجه ليه هذا الطبيب النائب ويكلمه ويبتدي يبقى فيه نقاش بينه وبينه عشان صحة هذا المواطن، ولا إيه اللي بيحصل بالظبط يا دكتور؟ كل مستشفيات وزارة الصحة بيبقى فيها طاقم طب ليس طبيب، هناك طاقم طب زي ما حضرتك الصبح بتروح مستشفى تلاقي عيادات خارجية فيها استشاريين وفيها أخصائيين، هناك طاقم طبي داخل المستشفى. بعضهم داخل الأقسام الداخلية وبعضهم موجود في الاستقبال والطوارئ، وعند وجود حالة تستلزم استدعاء الأخصائي من فوق من القسم الداخلي، الأخصائي بينزل هو اللي بيقيم الحالة، هو اللي بيدي القرار. إجراءات التحويل من مستشفى لمستشفى هي إجراءات لابد من وجود الطبيب المعالج، ولا يسمح للطبيب الجينيور زي ما حضرتك بتقول أو اللي هو لسه مبتدئ في نيابته أن يكون له هو مسؤولية تحويل الحالة. مسؤولية تحويل الحالة هي الطبيب المعالج، والطبيب المعالج يعني استشاري أو أخصائي أو مساعد أخصائي، يعني حاصل على درجة علمية في التخصص اللي هو بيشتغل فيه. وبالتالي لما بنحول حالة من مستشفى لمستشفى ممكن طبعا تكون المستشفى دي الخدمة اللي طالبها هذا المريض مش موجودة فيها، وبالتالي النقل الآمن والتحويل والتنسيق بين المستشفيات جزء مهم جدا في منظومة الطوارئ اللي احنا بنشتغل عليها من 2014 ومكملة معانا ان شاء الله 2020. دكتور خالد في الجزئية دي برضو مهمة جدا بتاعت ان انا مثلا لو انا عندي مريض وحالته يعني لا قدر الله عنده جلطة، عنده أزمة قلبية، حاجات شديدة تستدعي رعاية فورية، ورحت لأقرب مستشفى ورفضت تستقبله، لا هو ما انا في النهايه برضه انا خايف على المريض ده لا يموت، وفي نفس الوقت مش يعني المستشفى هتقول لي ما فيش حاجه تلزمني. ايه اللي يلزم المستشفى دي؟ هل في تشريع يلزمها؟ هل في حاجه تلزمها؟ هل في عقاب هتحصل عليه لو هي ما استقبلتش المريض؟ لان ده بيحصل حتى الان جميع المستشفيات في جمهوريه مصر العربيه لابد ان تستقبل المريض اللي في حاله طارئه او حاله حرجه، لا يوجد اي مجال للاعتذار عن استقبال مريض في حاله قصور او عدم تقديم الخدمة الطبية داخل أي مستشفى حتى المستشفيات الخاصة، بيتاخد معها إجراءات مشددة جدا، وبتصل إلى إنذار المنشأة، غرامة على المنشأة، ثم غلق المنشأة إذا تكرر منها نفسها. وإحنا في وزارة الصحة حريصين جدا على إن صحة المواطن في اللحظات الحرجة وفي الحالات الحرجة اللي هو محتاج الخدمة دلوقتي حالا لابد إنها تكون مستوفية. وفي أمثلة كثيرة ونماذج كثيرة لإجراءات مشددة اتخذتها وزارة الصحة لتفعيل قرار 1063 والخاص بمجانية أقسام علاج المرضى داخل أقسام الطوارئ. دكتور خالد حضرتك قلت إنه الطوارئ دي في كافة مستشفيات الدولة مش الحكومية بس، حتى كمان المستشفيات الاستثمارية والخاصة هي عندها قسم للطوارئ. بالظبط. يعني أنا كمواطن دخلت وحصلت على خدمة
مش المفروض ان انا حاسب المستشفى دي الاستثماريه، هو بياخد بياناتي وبعد كده بيعود على وزاره الصحه بياخد التكلفه اللي تم علاج المريض بيها، صح كده ولا انا؟ لا هو هو لابد من تحديد الحاله اولا، هل هي حاله طارئه ولا هي حاله عاديه. المستشفيات الخاصه برضو في النهايه هي فاتحه كنوع من الاستثمار طبعًا. وهي جزء من المنظومه الطبيه والصحيه في مصر، وهي بتمثل جزء كبير وليس جزء قليل، فلا يمكن ان احنا نحملها عبء فوق طاقتها. لكن لكن القانون اللي عندنا مثل الحالات الطارئه اللي حضرتك ذكرتها، القانون اللي عندنا بيقول اذا وجد مستشفى حكومي في محيط 5 كيلو من الحادث او من المصاب فلا بد ان يتوجه الى مستشفى الحكومي. نعم. وفي حاله عدم وجود ده اقرب مستشفى ليه هي المستشفى اللي هتستقبله. نعم. وهيطبق عليها نفس ما ورد بالقرار 1063 الخاص بالمستشفيات الخاصه والجامعيه. بعد ال 48 ساعه المستشفى الخاص او الاستثماري بتخير المريض اما البقاء فيها على نفقته او التحويل الى مستشفى حكومي. وقت ما هو الموجود المريض داخل المستشفى الخاص لابد من ابلاغ 137 عشان في اجراءات بتتاخد، اولا الاطمئنان الى صحه المريض دي نمره واحد، ثانيا الاجراءات اللي تمت في المستشفى دي اجراءات سليمه، ثالثا التكلفه اللي اتقالت في الفواتير المريض هل هي تكلفه حقيقيه ولا هل في تجاوز، كل ده بيتم خلال 6 ساعات من استقبال المريض. والحاجه الاهم من كده ان بعد ال 48 ساعه ما يخلصوا انا محتاج انقل المريض، فلابد ان انا ابلغ مسبقا بحالته وابلغ بما الاجراءات اللي تمت فيه عشان اجهز المكان المناسب ليه من خلال غرف العمليات المركزيه اللي النهارده بتقدم خدماتها في 189 مستشفى في 10 محافظات. وان شاء الله على نهايه العام خطتنا ان احنا ان شاء الله نغطي 355 مستشفى، يبقى عندنا 8 مراكز خدمات طارئه 137 في 7 محافظات ومركز تبادلي داخل مصر، بحيث ان الخدمه تبقى فعلا مفعله في كل مكان في مصر وكل مواطن يستمتع بنفس الخدمات من وزاره الصحه اللي بيتمتع بيها المواطن في القاهره كلها. هي الان موجوده على نطاق القاهره الكبرى، يعني 137 مفعل فقط في محافظات القاهره الكبرى. لا يا فندم، مفعل في 10 محافظات منها 3 في القاهره الكبرى، منها اسكندريه، منها اسيوط، منها سوهاج، منها الغربيه، منها المنوفيه، منها الشرقيه. كمان مش بس مستشفيات وزاره الصحه، لما جينا احنا نفكر في هذه المنظومه لان احنا حقيقه الامر هناك عجز في اسره العنايه المركزه خاصه في بعض التخصصات اللي تحتاج الى تنفس صناعي وما الى ذلك، فلما فكرنا في هذه المنظومه كان لازم نضم المستشفيات الجامعيه معانا. دخلنا مستشفى الجامعي في الزقازيق واسيوط وسوهاج، والاصل يعني المستشفى الجديد 185 داخله في منظومه 137. ده بيتيح للمواطن السرير اللي موجود وشاغر في اي مكان في ال 189 مستشفى هو يملكه المواطن اللي مش. طيب عايزين اخيرا بس يعني توفر الحضانات، لان دي كانت شكوى كبيره جدا من الناس ان هم ما بيلاقوش حضانات للاطفال المبتسرين، هل في جهد دلوقتي في توفير عدد اكبر من الحضانات خاصه في المحافظات؟ زي ما قلت لحضرتك في المشروع القومي للطوارئ احنا عندنا اقسام الطوارئ 185 اسم على 3 سنين هيتطور تطوير شامل، عندنا اقسام الرعايات المركزه 125 اسم، عندنا اقسام الحضانات 122 اسم حضانات، ولكن هناك مشكله في تشغيل الحضانات، لان المشكله مش بس عدد حضانات او اجهزه، ولكن المشكله الاصليه هي في منظومه التشغيل اللي بتستلزم تمريض واللي بتستلزم استشاريين، ودي احنا شغالين عليها الحقيقه لينا اكتر من سنه وابتدى يحصل شويه انفراجه في الحضانات. ولكن اي مواطن يحتاج لابنه او بنته حضانه طفل حديث الولاده، اولا هيئه الاسعاف المصريه مجهزه ب 85 سياره داخلها حضانات متنقله، فما فيش اي مجال ان يتم نقل الطفل حديث الولاده عن طريق الاهل او بتاكسي او بسياره ملكيه او ما الى ذلك. كويس قوي المعلومه دي يا دكتور. 123 يتصل ب 123 العربيه جايه مجهزه فيها الحضانه بالزبط. ويبتدي يتعامل، ما فيش داعي ان هو بنفسه ينقل الطفل ده بالزبط لمستشفى ويلف بقى على حضانات بالزبط. بالنسبه له نعم. 85 سياره مجهزه موجودين على في جمهوريه مصر العربيه في كافه المحافظات لتسهيل هذه المهمه، ثم يتواصل مع ال 137 عشان هيديله المكان الفاضي طبقا للحاله اللي موجوده. وكمان بنعمل حاجه يعني نوع من انواع الكونفرنس او المحادثه بين الطبيب اللي عنده الحاله اللي ما عندوش مكان وبين الطبيب اللي هيستقبل الحاله اللي عنده مكان، عشان في الاخر ناكد ان التشخيص عند الناحيتين واحد، ثم صحيح. يتم طلب عربيه الاسعاف برضه من خلالنا ويتم نقل المريض والمريض. يعني بتوفيق دكتور ومجهود ضخم صحيح ومنظومه
المواطن المصري من زمان بيبص لها ان هي يعني لازم تتحسن، لانه دي مفيش اهم من حياة الانسان في اي مكان. اشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد وشاهي رئيس الادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، شكرا جزيلا على وجودك معنا دكتور. من الصحة إلى الإعلام، بعد الفاصل هيكون لنا لقاء مع الإعلامي القدير الأستاذ سيد الغضبان، وده إعلامي قدير بحق بقى، هنتكلم معاه عن هيكلة الإعلام المصري، ماذا تعني هذه الكلمة وإمكانات الإعلام المصري والتحديات التي واجهها والأعباء اللي بيتحملها على كاهله منذ سنوات طويلة وخلته مش قادر ينهض بالشكل اللي احنا بنتمناه. بعد الفاصل تابعونا.